السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي راهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي راهم معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناه شوبير الديزيت. اليوم الحصه تاعنا وين غادي نتكلموا على المنتخب الوطني المغربي فوتسال، وين يحقق فوز كبير على نظيره الارجنتيني بسبع اهداف لصفر في مباراه وديه. هذا المنتخب الذي يواصل الابداع والتطور الرهيب يمكنه ان يكون يعني لا تفرق بينه وبين يعني افضل منتخب في العالم، وكؤوس افريقيه كؤوس عربيه، مشاركه في كاس العالم منتظره سوف تكون خرافيه، سوف تكون خرافيه تحت قياده مدرب دقيق يعني اللي يقوم بعمل كبير مع لاعبين يعني وين متحملين المسؤوليه تاعهم بعد الزلزال، يعني وين يحوسوا في الرياضه يعني يحوسوا يدخلوا يرسموا البسمه للشعب المغربي. هذه هي اخويا، هذه الناس اللي قال لك انا شفت واحد روبيو واحد من لي روبيو تاعنا قال لك هذيك القجع نورمالمون كون ما لعبش الماتش تاع بوركينا فاسو، القجع خمم براسه اخويا، القجع خمم براسه راح جاب الدراهم جابهم في الصندوق اللي داروه تاع الزلزال، راس يخدم القجع راسه يخدم، شوف كون ما لعبش ما كانش لو كان لا مدخول لا والو، بصح عمر راح جاب الدراهم باش يمدهم واجتمع مع اللعابه باش يمدوا يعني الدراهم يعني كل الاموال يعني لي بريم تاعهم يعني من تلكوب دافريك يمدوهم يدعموا بهم يعني الضحايا الزلزال. هذه هي اخويا. حنا قبل نبداو ماذا بكم اعطونا جيم كومونتير، بارطاجونا لي فيديو باش نقدروا واحد التبليغات، ماذا بكم عاونونا يعني باش نزيدوا القناه تاعنا يعني ونقلعوا هذه التبليغات هذو اللي راهم علينا ما فهمناش. انا راني نهضر كره قدم، انا نهضر كره قدم معشوقة الجماهير العالم، كره القدم معشوقة الجماهير العالم، عرفتوا رغم ان الزلازل رغم ان فيضانات من تصيب الناس دايرين تلفزيون يتفرجوا بارتي واو لا شويه الشيطان. على هذه نقول لكم عاونونا خوتنا الجزائريين مغاربه يعني اللي يشوف فيديو يبارطاجيه ولا كومونتير جيم، هذه هي واللي يمشي ابوني معنا يدخل ابوني فيك. وين نعاودو نقولو وين المنتخب المغربي لفوتسال يحقق فوز كبير على نظيره الارجنتيني بسبع اهداف لصفر في مباراه وديه، وين فاز المنتخب الوطني المغربي لكره القدم داخل القاعه على نظيره الأرجنتيني بنتيجة سبع أهداف لصفر في مباراة ودية والتي جمعت بينهما مساء يوم الخميس بقاعة محمد السادس بالمعمورة. وفي الشوط الأول سيطر المنتخب المغربي على مجريات المواجهة منذ الدقائق الأولى، وذلك من خلال العديد من المحاولات التي أسفرت عن هدف الأول عن طريق عثمان بومزاو. هذا وتواصل الضغط الأسود فوتسال لينجح إسماعيل أمزدير في تسجيل الهدف الثاني والثالث لينتهي المشهد الأول بتقدم كتيبة هشام دقيق بثلاث أهداف لصفر. وبعد الاستراحة استمرت محاولة المغاربة للتسجيل حيث تمكن سفيان مصرار من تسجيل الهدف الرابع قبل أن يأتي إدريس رايس الفني ويضيف الهدف الخامس ويسجل الشعراوي السادس ويختتم الحارس المرمى حصة بهدف السابع، ويشير إلى أن عناصر المنتخب الوطني المغربي ستواجه المنتخب الأرجنتيني في مباراة ودية ثانية بعد غد السبت ابتداء من الساعة السابعة مساء. هذو هما الناس يتخدم يعني فوتسال هذو يعني دايرين تروا كوب داراب دايرين كاس افريقيا متأهلين كوب ديموند يعني مرتبه الناس تحلم بها يعني بترتيب الفيفا الناس تحلم به ترتيب فيفا هذاك. حنا كان اللي يخرج يقول لك شهدت انايا بزاف يعني لي روبيو تاعنا في الاعلام عندنا لي روبيو بزاف يعني وين يقول لك حنا ما على بالناش بالترتيب. هاو لو كنتو تقولوا بلي مرتبه اولى
ورانا نحوسوا باش مرتبه اولى وكلشي. من بعد تخرج مي تسيبوا المغرب، المغرب تسيبوا، تسيبوا تونس قدامكم تقولوا لنا بلي ما على بالناش بالمرتبه الاولى. اماك المنتخب الوطني الجزائري، الناس اللي كان هذو اللي روبيو هذو اللي هنا في الجزائر هذو يهضروا، اللي يقول لك انتم ماشي كنتوا على بالك بلي من 2009 والجزائر في المرتبه الاولى حتى 2017 افريقيا وعربيا واهو لله بيكاتشو بيكاتشوها واهو لله هذه يديروها في لسانكم. عاودوا نقولوا وين المنتخب المغربي هذا المنتخب اللي يحاول اليوم يعني بكل قوه برسم يعني ابتسامه في وجه يعني خاصة الأبرياء، شعب بريء، قلت لك شعب بريء، هذوك الأبرياء هذوك الزاي صغار هذوك، شاهدناهم يعني والله لا ربي يرحم والديهم ويرحم خوتهم ويرحم العائلة تاعهم، ولينا بنادم ما يطيش يشوف على بالك، وليت أنا ما صرت واحد الغريان خرجوه تاع غريان صغير. شو خرجوا من تحت الانقاض ما نطيش والله غالب لا اله الا الله ولا عمي والله. لا لطيف صديقه في الرياله، صديقه كبيره في الرياله. صرا ولا ديقة كبيرة صرات. شوفو بير أمين قويلي غادي يجي، شوفو مع الآخر، شوفو مع كولوبو. حنا كنا نقولكم لا زمان، حنا كنا نقولكم لا زمان، انتوما تنجمو تشوفو مع كولومبو. كولومبو قالكم وقيلا راه جاي، لا كولومبو قالكم راه جاي، حياتي كولومبو قالكم راه جاي، تسمى راه جاي كولومبو. ورفض عرض مغربي من نادي أهلي جدة السعودي، ورونا هذي تاع الأهلي السعودي ورونا. والله العظيم ورونا هذا الناس، ورونا رفض أهلي جدة، ورونا إي تعقلوا كنت نقول لكم بلي يا ودي غادي يخرج يقول لكم بلي يا ودي رفض نادي، قلت لكم كيما نهار اللي قالوا لكم في هذيك الأخرى كيسموها رفض مارسي رفض باريس سان جيرمان، هاني كانوا يقولوا لكم كاونا على الشيطان. واو لله لا اله الا الله ولا حول ولا قوة الا بالله. تراهم انتوما قاعدين عادل عمروش فين كرفض الاخرى، عادل عمروش رفض بايرن ميونخ، هيا في طول روحو حنا نجيبو، حنا فين نقول لكم كيما هاكا لا واو لله. هذه انا بين كنت نلعب فانيك عيطت لي الاخرى كيسموها، عيطت لي لامسيه ما بغيتش نروح نلعب، قلت نقعد في تاد الصغير على فانيك على بالنا عيطوا على بالنا، هذه على بالنا بها انا عارفين انا عارف روبيو راه على بالنا بلي عيطوا صحيح.
ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو، وان شاء الله دائما معكم بجديد، ولي مشي ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا معكم ان شاء الله بربي.